قول لي انت حضرتك بتشتغل ايه هنا؟ بابا عبده. بتشتغل ايه في بابا عبده؟ سجق كبده. تمام، وايه تاني؟ فراخ. وايه تاني؟ صوت حلاق جامد. خلاص اخدك. كبده حلاق سجق مهمه. انت تحديدا بتعمل ايه بقى؟ انا شغال على شغال ايه؟ عربيات. تمام. بتعمل ايه بقى في العربيات؟ انا امسح على جوجل فلوس. تمسح وتاخد فلوس؟ بقى لك كام سنه في الشغلانه دي؟ 11 سنة. كم؟ 11 سنة. 11 سنة. 11 سنة. وأنت عندك كم سنة دلوقتي؟ 11. عندك 11 سنة؟ أه. لا أنت أكيد أكبر. يا عزبي معايا البطاقة. حلو. الله. طلعتها إمتى البطاقة دي؟ معاش. وأنت على المعاش؟ أه. تمام. أنت عندك كم سنة بقى؟ 11 سنة. 11 سنة. الله. وبقى لك 11 سنة بتشتغل هنا؟ أه. أنت من يوم ما اتولدت شغال هنا؟ أيوه. تقريبا بتكسب كام في اليوم كده؟ يومين. يوم ويوم. حلو، اشمعنى يوم ويوم؟ اشتغل هنا بابا عبده. تمام. حاج محمود. اه. اشتغل هنا. تمام. الله. بس. ايوه، بتكسب كام في اليوم يعني؟ اكسب تجي العربيه تجي 10 200 الله يومين الشهر. كام تاني كده؟ 10 10 10 10 10. تمام. الله. مبسوط انت في الشغلانه دي؟ اه. مرضي يعني؟ حاسس ان انت مرضي؟ اه. انا احب الناس كلها. تحب الناس كلها؟ احب الناس كلها. والناس كلها بتحبك؟ اه. وانت مبسوط؟ اه. في حاجه مزعلك؟ لا. في اي حاجه مضايقاك؟ لا، معايا ربنا. وانا عايز اروح وسط البلد بس. بتحب ربنا؟ اه. بتصلي؟ لا. ليه ما بتصليش؟ كده. تمام. طيب انت بتحب مصر؟ انا بحب مصر. بتشجع فريق ايه؟ اهلي. اشمعنى الاهلي؟ اهلي حلو، مصر جامد. طب اخر ماتش مصر زي امي. اخر ماتش للمنتخب اتفرجت عليه؟ اه. كان مين ومين؟ اهلي واسماعيلي. لا مش الاهلي والاسماعيلي، بكلمك على المنتخب دلوقتي، منتخب مصر. المنتخب مصر اهلي. انت هو الاهلي؟ اه. تمام. لما الاهلي بيلعب مع الاسماعيلي بقى بتحس بايه؟ بحس بالراحه. تحس بالراحه؟ اه. حسيت. تمام. الله. طب لما الاسماعيلي بيكسب الاهلي هيكسب الكاس. ايوه، لما الاسماعيلي بقى بيكسب الاهلي انت بتحس بايه؟ هيحس ربنا. نفسك في ايه؟ نفسي ربنا. يعني ايه نفسك في ربنا؟ هيحبه. انت بتحب ربنا؟ هيحب ربنا. انت اسمك ايه؟ اسمي ايهاب. ايهاب. عايش مع مين يا ايهاب؟ ماما. مع ماما. اه. مالكش اخوات؟ في. كام اخ؟ زينة، صفا، عقل، ماما. رحت مدرسة إيهاب؟ لا. ما رحتش مدرسة؟ لا. تمام. معايا ربنا. نفسك في أي حاجة طيب؟ مية. إيه؟ مية. مية إيه؟ 200 جنيه. 200 جنيه.